اسعد الله اوقاتكم متابعي ومتابعة قناة شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من سوق الحد ولاد الجلول نواحي القنيطرة. احنا اليوم في السوق الاسبوعي ديال سوق الحد كيفما كتشاهدوا معنا. احنا الان في رحبة ديال الزراعة كيفما كتشاهدوا معنا. غادي نشوفوا الاثمنة ديال القطنيات بشحال الاثمنة ديالها، ونشوفوا مجموعة ديال الاثمنة من عند هاد الناس اللي كيبيعوا الحد اللي فات. مشينا عندهم وشنا اثمنة اليوم، واش نشوفوا واش طلعت الاثمنة ولا هبطات في هاد سيدنا رمضان المبارك. واليوم نصف ديال رمضان، الله يكمل علينا بالخير وبالسلامة، وكل ما كنتمناو يا ربي يحقق لنا في هاد الشهر المفضل عند الله سبحانه وتعالى. مرة أخرى صباح الخير عليكم ومرحبا بك معنا في هاد البث المباشر. الأسبوع المقبل، الأسبوع الماضي عفوا، جينا عندكم وجينا مجموعة الأثمنة. اليوم عاوتاني احنا معكم في هاد عبر قناة شوف تيفي، قناة الشعب. غادي نبداو بالزريعة. شحال وصلها هكا سيدي؟ تفضل. 200 هكا. قول لي يا خويا أثمنة، هذه الزريعة 240، إلى المنطقة هذه؟ ها؟ إلى المنطقة هذه؟ ديال الحد والجنوب. أنت هي ديال الحد والجنوب. نعم. الحمص واللي هو مطلوب ومعروف وهذا هو وقيت الحمص الناس ديال الحيرة. شحال هذا 220؟ هذا رقيق 220، اي 11 درهم كيدير هذا الرقيق هذا كما كتشاهدوا معنا المتابعين. نعم سيدي، هذا تشوفنا مصير لا والو، هذا تشوفنا مصير ما والو. نعم، من المنطقة هذا؟ هذا من سوق الاربع. هذا من سوق الاربع. اذا سوق الاربع هذا كيدير كما كتشاهدوا معنا. اذا تونا ياك سوق الاربع 220؟ لا تونا سوق الاربع كيفما شاهدتوا معنا. ها هو الرقيق، ها هو الثمن ديالو 11 درهم ياك سيدي، 11 درهم حنا كيف ما كتعرفوا. هذا 12 درهم، هذا مغربل. شحال كيدير؟ هذاك 12 درهم. 12 درهم، هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا، هذا مغربل كيدير 12 درهم. مرحبا. العدس 5 درهم، العدس كيف ما كتشاهدوا. هانتوما كندا، كندا هذا، هانتوما ديال كندا. هذا هذا بلدي ديال البلاد، هذا بلدي كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. شحال واصل هذا؟ 260، اي 13 درهم. اذا مرحبا بكل اللي التحق بنا الان، حنا في رحبه ديال القطنيات كيف ما كتشاهدوا معنا. حنا في سوق الحد ولاد الجلول نواحي القنيطره. الاثمنه ديال القطنيات شحال واصله؟ هذه اللوبيا البيضاء، هذه اللوبيا البيضاء دايره 200. شحال واصلة؟ 260، ثانية لوبيا بيضاء 13 درهم كما كتشاهدوا معنا المتابعين الأفاضل. هذا الحمص تا هو رقيق، 11 درهم تا هو؟ 10 درهم، هذا 10 درهم. هانتوما العدس، هذا سميتو، هذا شنو سميتو؟ اصبر اصبر، هذا القصبور عاد نساه، انا نسيتو. نعم، ها هو القصبور، الناس اللي كيستعملوا التوابل. شحال الثمن ديالو؟ 13 درهم. هذه تخليطه ديال الحمام، شحال واصله؟ الناس اللي كيبيعوا 140، 140 درهم. 7 درهم. وشنو الماركه؟ تريزا. ها؟ تريزا. هذه شحال كدير؟ هذيك مديره 100 درهم. 20 درهم. هذه كتزرع، هذه هي النوعيه ديال تريزا. نعم. كيسمي الثمن، هذه الشعريه، الشعريه الثمن ديالها 240 ريال. نعم، اي 12 درهم. عطيني الثمن ديال الروز، الروز تاع الروزير 13 درهم. كيدير السوق؟ قرب ليك انت معايا، جيتو هنا بكري ياك؟ شحال؟ قرب الميكرو، قرب الميكرو. نعم، كيدير السوق ديال الاجواء شويه ما بين الفرق ما بين السوق ديال الحد الاخر وهذا الحد هذا؟ اه صح، كاين اثمنه مرتفعه. نعم، غنمشيو عند الاب ديالك. الاب ديالك مرحبا، قالك
مرحبا، قول لي كي داير السوق اليوم؟ وحنا جينا عندكم الاسبوع الماضي واليوم عاوتاني معكم حنا الان في هذا الاسبوع. السوق عيان ودابا شي شويه الله يجعل البركه. فهذا مثلا كي داير الحركه؟ الحمد لله. تتحرك شويه مع العواشر. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. شنو كتقول للمتابعين اسيدي؟ نعم. شنو كتقول للمتابعين؟ سمك الله بعدا. احمد سي احمد. سي احمد انت؟ بلال. بلال. مرحبا سي بلال. شنو كتقول للمتابعين؟ فهاد الشهر المفضل. قرب الميكرو الله يخليك، قرب الميكرو، نعم. كملوا بالخير والبركه. اللهم امين في العالمين. الصحه والعافيه. اللهم امين يا سيدي. شكرا لك وصباحك مبروك وبارك الله فيك. بارك الله فيك. غادي نشوفوا معاه. مرحبا سيدي، احنا اثمنا عندنا. اثمنا. 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 غادي نشوفوا مع احد الباقيين اليوم معنا في هذه الرحبه ديال التقنيات كيف ما كتشاهدوا معنا. احنا اليوم في سوق الحد ديال زلول. انا واحد يكون يتلاه. صباح الخير سيدي ورمضان مبارك سعيد. الله يدخل بالصحه والسلامه. واللي بغيت عندك بوحدك قول تفضل سيدي. بغينا نشوفوا معك الاثمنه وشحال الاثمنه. هاتي معايا نبداو من اليمين. نبداو من اليمين وحنا غاديين. يلا سيدي بسم الله. هاتي قرب عندي. بسم الله. هذا الحمص. هذا 240. 240 12 درهم. هانتوما. هذه كرباصه مليحه. هذه سميتها كرباصه مليحه. كرباصه مليحه. وهذا نعم. هذا 200. 200 10 درهم. وهذه 260. هذه 13 درهم. واخا علاش شنو الفرق بيناتهم؟ بيناتهم فرق غير الرق. الرق الرق ايه. نعم. كل اش قال هذه الميه الرقيقه والغليظه. ايه. زيد اش قال الدقيق زيد كل اللي كطيب وكل ما كطيب كاين اللي كطيب زيد ما زيد. نعم. كاين اللي هاد الغليظه المزيانه كطيب طيابه. نعم. وهذيك الرقيقه ما كطيبش كتجي قاصحه. فهمتي؟ نعم. هاد الغليظه كتجي طيابه مخ. اها. وهذيك الرقيقه كتجي قاصحه. وشكرا. شكرا لك بارك الله فيك. نعم سيدي. هذا داير 300. هذا 15 درهم. ايه حنا دابا كنشطوه ب 300. نعم. هذا هو هذا. رجع عندنا هذه 340. 17 درهم. ايه 340. شنو الفرق بيناتهم؟ هذه كندا النيلو. هذه كندا النيلو. هذه ميريكان. هذه ميريكان. نعم. وهذه ديال البلاد دايره 340. ديال البلاد 340. ايه نعم. 340. اي 17 درهم. ايه. نعم. كملوا. هذه خت هذه. هذه خت هذه. نعم. وهذو 200 200. سمسم. 10 درهم 10 درهم. شنو كيسمى؟ بسارة. بسارة. هانتوما بسارة. شحال 200 200. 10 درهم. هانتوما كيما كتشاهدوا معنا المتابعين 10 درهم. وكاينة هذه الشعرية دايرة 20. 11 درهم. البلبولة اللي زعما ناقصة. البلبولة شحال واصلة؟ ناقصة شوية. كيما ناقصة؟ ناقصة شوية حيت الشعير قليل. 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 نعم. واللي قل دابا شويه كيولي هو الناس اللي كيسقطوه. نعم. هنا بالقياس هذاك التخربيق. نعم. كيتسمى 100 ريال الكيلو. دابا تزادوا البلبوله ولات 180. 180 طلعت. 180 تقريبا طلعت 80% ديال الجبله. الجبله دايره 160. نعم. الجبله 160. واخا سيدي نكملوا معاك. نعم كمل. هذا الكاوكاو داير 560. كوكو 560. نعم. كم ناس اللي كاينين معاك؟ كاين هذا 260. هذا 13 درهم. ايه. شنو هو هذا؟ هذا زوار. هذا الروز. هذا الروز. نعم. وهذاك الصفر داير 280. صفر 14 درهم. هذاك 280. نعم كما كتشاهدوا معايا. 260. لوبيا؟ 260. 260 لوبيا 260 اي 13 درهم. بارك الله فيك سيدي وصباحك مبروك. سعيد الله يعاونك. ورمضان مبارك سعيد. هذا شوف ويا عروسي. كيف ما سمعتوا معنا المتابعين الان في سوق الحد ولاد الجنول. رحبة ديال القطنيات كيف ما كتشاهدوا معنا اثمنة الاثمنة ديال القطنيات كيفاش كيف دايرة في هذا السوق الحد ولاد الجنول. هانتوما كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الفضيل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام بنتي لابس الباس. السلام عليكم. باشنو من بني غنيه كاين شحال واصل؟ اشنو هو الشعر؟ الشعر شحال واصل؟
كيلو ولا؟ اه 85 85 ريال؟ اه لكن ما كاينش هذا معناتها الشعير كيوصل ب 85 ريال. نسالي ونرجع لك. شنو كتابعو من المتابعين؟ الآن في الرحبة ديال الزراع ديال حد وجلول، سوق الحد وجلول، نروح لكم نتابع هانتوما. شحال هاد القمحة؟ ها؟ الكيلو كيلو شحال الكيلو؟ شحال الكيلو كيدير؟ الكيلو معلم. القمح انا عارفو اليوم القمح شحال؟ 100 6 دراهم. 6 دراهم. يعني كيف ما كتشاهدوا؟ القمح 6 دراهم كيدير؟ نعم. شكرا لك بارك الله فيك. يعني كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل. الان في سوق حد وجلول. السوق الأسبوعي اللي معروف هنايا في نواحي قنيطرة، في رحبة ديال الزرع ديال القطنيات بالطبع. إذا ما بقى إلا نقول لكم شكرا لكم على المتابعة، وكنتمنى لكم أنكم تبارطاجيو، ما تنساوش يوم سعيد والله يوفق الجميع إن شاء الله. وحنا اليوم كيف ما عارفين 15 في رمضان، الله يكمل الأيام المقبلة إن شاء الله بالخير، وكل ما كتمنوا إن شاء الله يا ربي يحقق لكم. مرة أخرى يوم سعيد للجميع، نهاركم مبروك.